طيب ناخذ امثله اضافيه، تمام، لغايه لما نوصلكم انه لموضوع الانهيرتنس. خلينا ناخذ على سبيل المثال مثال الكار، سياره كلاس كار، وزي ما اتفقنا انه بالطريقه على طول ديف انت ياخذ سيلف، وهنا بدي ياخذ باراميتر قدي ايش الماكس سبي او السبيد. اوكي سبيد يساوي زيرو، خلص اتفقنا انه بنحط الديفولت فاليوز هنا بهذا الشكل. شو كمان كلر تساوي باي ديفولت بدنا نعتبر انه لونها وايت، الا اذا اليوزر اعطى شغلة تانية. وهنا انه موديل هنا ممكن احط نان بهذا الشكل، وهنا ببدا سيلف دوت سبيد تساوي سبيد، سيلف دوت كلر تساوي كلر، سيلف دوت موديل تساوي. وكذلك نعمل string representation للكار. احنا اتفقنا على هذا الكلام انه لو نستخدم اعطى قيمة اوكي بناخذها، ما اعطاش قيمة بياخذ القيمة الديفولت اللي هي زيرو، فبالتالي انه صار الديفولت هنا. ما فيش داعي لتعريف المتغيرات او البيانات تبعت الكلاس فوق، خلص ما دام انا كتبت سيلف دوت سبيد يبقى خلص السبيد صار ممبر في الكلاس، فيلد في الكلاس. ونفس الشيء بالنسبه للكلر والموديل. الاس تي ار ريبريزنتيشن نعمل ريتيرن لا موديل. خلينا نبدا بالموديل بالاول، وهنا space slash t احسن color slash t speed. وهنا بعمل format self، اول اشي بدينا فيه الكلر، بعدين لا اول اشي بدينا فيه الموديل فيها self.color بعديها self.speed. تمام، ممكن يكون في عندي دالة انه السيارة اكيد بتزود السرعة تبعتها، يبقى هنا def speed بدون underscore. طبعا هاي ميثود behavior، هذه capability، السيارة عندها القدرة انه تزود السرعة تبعتها speed up self. ساعتها ايش نعمل للسرعة؟ انه بنزودها بمقدار 10 كيلومتر في الساعة، وممكن تكون عندي هنا slow down self، بعمل decrement ل speed minus equal 10. slow down slow down بطئ السرعة، تمام. هنا speed up زود السرعة، بزودها بمقدار 10 كيلومتر في الساعة بناء على السرعة اللي موجودة حاليا، و slow down بنزل لي السرعة بمقدار 10. هنا الميزة في الموضوع، أنا عندي في الدالة slow down إنه بدي أفحص إذا كانت self.speed لا تساوي صفر أو عفوا أكبر من العشرة، ساعتها بعمل تنقيس للسرعة. غير هيك خلاص، لأنه بديش السرعة إنه تصير بالماينس،
فيش سرعة بالماينس. تمام؟ طبعا هذا تعريف لكلاس، وهنا بدي اياكم تركزوا معايا الآن ليش ايش؟ بس انه مجرد كلاس في ثلاث سبيد كلر موديل للكار، طبعا دالة الاس تي ار للسترينج ريبريزنتيشن، دالة سبيد اب بتزود السرعة، سلو داون بتنقص السرعة. في حدا بيسأل؟ في شيء مش واضح؟ حاجات هورجي لك ايش التأثير تبعها. طيب خلينا نعرف كار واحد بتساوي كار، طبعا هاي ديفولت كار، تمام خلينا نطبعها. يبقى موديل نان، فيش موديل، واللون ابيض، والسبيد زيرو. حكيت دالة الاس تي ار بدي الغيها عشان تعرفي ايش الغرض من هاي الدالة. هنا لما بطلب منه برنت لاوبجكت بيكون هو مش عارف ايش المفروض انه هو يسويه بالضبط، لانه البرنت هو يفترض انه يطبع على الشاشة. عقيت برنت لانتجر بكون عارف الانتجر كيف بيطبعه على الشاشة، سترينج بعرف كيف يطبعه، فلوت بعرف كيف يطبعه، ليست بعرف كيف يطبعه، حتى الاوبجكتس اللي احنا اخذناها الليست والديكشنري والتابلز بعرف كيف تمثيلهم انه لما يطبعهم. لكن هذا الاوبجكت اوبجكت جديد، تايب جديد انا عرفته، بكون هو مش عارف كيف الريبريزنتيشن تبعه كسترينج. فايش بروح بسوي؟ بطبع لي الكلاس تبعه، تايب تبعه كار، وانه هو عباره عن اوبجكت، وهنا اد 0x. اول ما تشوفي حاجه 0x عندك، خاصه لما يعلق الكمبيوتر تطلع لك الشاشه الزرقاء بيكون فيها مكتوب 0x كذا كذا كذا، هذه عباره عن عناوين في الذاكره. ممكن مبرمج متخصص انه يقدر يحدد شو المشكله بالضبط، انه يقدر يفهم شو اللي صار بالضبط. فبالتالي هذا عبارة عن عنوان الأوبجكت في الذاكرة بدون دالة الـ STR. دالة الـ STR بصير ساعتها لما أقول print للكار عارف شو يعني، شو بده يسوي بالضبط. تمام؟ واضح؟ يبقى هاي الديفولت كار. في عندي إمكانية إنه أنا إيش أسوي؟ أعرف كار 2 بتساوي كار، وإيش بدي أعطيله؟ موديل بتساوي BMW، فقط اعطيته الموديل. ايش باقي المتغيرات؟ ايش حتصير لو انا ما اعطيتهمش؟ حياخذها الديفولت. نعم خلينا نطبع. فأخذ الديفولت كلر والسبيد. خلينا نعطي تو باراميترز كار 3. ممكن تسكر الشباك من عندك هناك بالقلب لو سمحتي، الإكزاز كار. هنا الميزة في الموضوع انه انا لما اعطيت كل متغير زي هيك وانه انا اكتبه بالاسم، ممكن انا امررهم بدون ترتيب. ايش يعني؟ ممكن اجي احكي هنا color بتساوي red، اعطيت الكلر في الاول مع انه هنا ايش الترتيب؟ السبيد صح؟ لا ليش غلط؟ ما دام انا حددت الارجمنت بيساوي كذا، هو بروح برتبهم، بكون عارف كل واحد ايش بده ياخذ. والموديل بتساوي تمام. فلما اجي اطبعه برضه هاي كيف؟ نعم
ما أخذناش بدالة إيش؟ ما أخذناش بدالة إيش؟ هاي؟ ماشي، ما هو إنه أنتوا بتاخذوا بالتدريج يعني، إنه أوكي، إنه أنتوا أخذتوا مثال السيارة بس ما أخذتوش الـ STR. اوكي طيب، هذه السبيد ممكن احط هنا باراميتر ثالث في الاخير، مع انه كان ترتيبها هناك في الاول، واحط انه 10 بهذا الشكل. فالان لما اطبع كله تمام. ممكن نطلب من كار 3 انه تعمل سبيد اب، هتصير 20. ولأنه هي بترجعش ولا إشي، لو أنا طبعت تاني بتصير نعم. ممكن نرجع نطلب منها كمان مرة تعمل slow down. ونرجع نطبع كار 3 تمام، رجع الثاني 10. لو عملت كمان مرة slow down هتصير 0. كمان مرة slow down نعم، لأنه احنا حاطين هذا الشرط بهذا الشكل. إذا كانت أكبر من أو تساوي 10 ساعتها بنقص، غير هيك بنقصش. تمام؟ نعم. ممكن نعملها تعيين مباشرة. كيف؟ نقول car 3 dot speed تساوي 8. خلينا نطبعها نتأكد. تمام؟ وبعدين نعمل car 3 slow down بعدين print car 3 بضلها 8. تمام؟ واضح؟ في أسئلة؟ كل الأمور واضحة بالنسبة لكم؟ خلاص بدنا نعتمد هاي الصيغة دائما. أنا عندي إنه الأتريبيوتس خلاص ما بحطهاش فوق، بحطها دائما في الانت، وكل شيء بدي أحط له ديفولت فاليو هنا. هذا إيش بيساعدني؟ إنه أعرف كار فاضية إن صح التعبير، أوبجكت فاضي، ما فيش داعي إني أمرر كل البارامتر، حياخد فيها الديفولت فاليو. هاي شغلة. والشغلة الثانية إيش 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 الفائدة؟ إنه لو البارامترز هذه ما حطيتهاش بالترتيب، خلاص كل واحد بياخد الفاليو تبعته، لأنه زي ما ذكرنا إنه هنا أنا بدأت بسبيد، بعديها كلر، وبعديها الموديل. هنا في التعريف حطيت بترتيب مختلف، وأخذ كل بارامتر الفاليو تبعته. تمام؟